نسمع جزء من البيان الصحفي للسيد أحمد أبو الغيط بعد الاجتماع، واللي أكد فيه أننا لا نريد أن نشن حربا على إيران، ولكننا نريد إيران أن تبتعد عن التدخل في الشؤون الداخلية العربية. وقال أننا نريد أن نلفت الأنظار إلى ممارساتها وتحديد آلية للتوجه لمجلس الأمن. إذن لا حديث عن مواجهة عسكرية. خلونا نسمع ده، ولكن قبل ما نسمع السيد أبو الغيط، خبر مهم إن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري من المتوقع أن يكون في القاهرة الثلاثاء المقبل قبل أن يذهب إلى بلده لبنان. نسمع. لا يجب أن يفوت عليكم الإشارة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح الخروقات الإيرانية للقرار المجلس 2231 الخاص بالصواريخ الباليستية، وأيضا تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمخاطبة رئيس مجلس الأمن لتوضيح ما قامت به إيران من انتهاكات لقرار مجلس الأمن 2216 بتزويد الميليشيات الإرهابية في اليمن بالأسلحة وكذا وكذا وكذا. لما تحط المادة 51 وتحط حق الدفاع الشرعي عن النفس وتحط إشارات للتكليف المجموعة العربية في نيويورك بإبلاغ مجلس الأمن برؤية عربية محددة وبهذا القرار، ده معناه أنه لا أستبعد أن تكون الخطوة الأخرى التالية هي اللجوء إلى مجلس الأمن، لا أستبعد ذلك. يعني صحيح ما حصلش، ما فيش إشارة لهذا في القرار، لكن شخصيا لا أستبعد أن التطورات تقودنا إلى هذا. أأمل أن تصل الرسالة إلى الإخوة في إيران في الجمهورية الإسلامية بأن هناك غضب وضيق عربي، ويتمثل في أنه كل الدول العربية عدا دول، وحتى هذه الدولة دولة لبنان، لبنان أيضا أقرت القرار مع تحفظات فيما يتعلق بالفقرات التي تتناول حزب الله اللي هي الفقرات 4 و6 و9، وبالتالي في إجماع عربي. يعني أستطيع القول أن هناك إجماع عربي على رفض الأداء الإيراني. احنا مش هنعلن الحرب على إيران في المرحلة الحالية، الدول العربية مش هتحارب، الهدف هو مناشدة الناس، إدانة تصرفاتهم، الذهاب إلى مجلس الأمن، إطلاع الأمم المتحدة على التصرفات والأداء الإيراني، وكلها خطوات متدرجة.